السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكرام انا سامي كيد معكم يا محمد. فيديو النهاردة يا جماعة جميل جدا 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 من لعبة زوميكو. ايوه لعبة حلوة جدا، اخرها الابيكات زي ما انت شايف، الابيكات القديمة جدا وتفاصيل روعة جدا. بس في البداية مش تعمل لايك وشير في كل جروبات وصفحات كونكر تاييس، ويلا بينا. اول ما بتنزل طبعا بالاكونت بتقدر ان انت تاخد الصف زي ما انت شايف، سوبر حلوة جدا وجميلة بجد بجد بجد. طيب بعديها بتجمع سبيس من الوحوش، حلو خالص. اللي متابعني على صفحة وين وكونكر هيعرف ان انا نزلت فيديو عن اللعبة دي، تمام. وتقدر تجمع يا معلم بالارشر بتاعك بكل سهولة، حلو خالص. زي ما انت شايف هنا اوتو فايتنج او الاوتو شغال اهو، تقدر تجمع سبيس زي ما انت شايف بشكل كويس، حلو جدا. طبعا لو معاك ارشر هيخلص لك الدنيا دي على فكرة يعني. طيب ايه الشخصيات الرئيسيه اللي موجوده؟ هنروح نجيب سنتر ونشوف الشخصيات الرئيسيه بنفسكم اهو، كل التفاصيل على فكره بجد يعني. عدد جرمانات مختلفه وحوارات هوريكم مفاجات جميله جدا جدا. عندك الورير، الارشر، النينجا، المانك، التروجان، التويس، الوتر فاير، بايرت، ودراجون وورير، والويند ووكر. طبعا ده البروموشن اللي انت بتقدر انت تعمل بيه الترقيات بتاعتك، وبرده هنا الفاكهه دي اللي بتعمل بيها النقط، حلو جدا. عندك كمان هنا بقى الشوبات المميزه بجد، دي هنجربها في فيديو تاني لوحديه عشان نشوف الشوبات دي ايه فيها بالظبط، تمام. عندك هنا اول حاجه اكسسوري شوب، ماتريالز، كلير ايتم، ايبك شوب. عندك كمان الاجنحه بتقدر تفتحها والالقاب كلها بمليون ونص سبيس. عندك كمان الاينر باور كله بتقدر تفتحه زي ما انت شايف اهو، فيا بلاش بصراحه. في حاجه تاني هنا، في الجرمانات النادرة جدا، عندك جرمانات يوجي، وعندك كمان لوفي واستا وغيره من الجرمانات فعلا الحصرية والمميزة جدا. تستنى عليها كام سنة هتلاقي الجرمان اشتغل معاك. في جرمانات برضو هنا تانية زي ما انت شايف، ما شاء الله يعني، بقولك عدد جرمانات رهيبة جدا ومختلفة، مونتات بجد روعة. طيب ازاي نقدر نسجل ونحمل في اللعبة زي ما انت شايف اهو؟ ده من انمي انا فاكره اللي هو كان صاحب الكتاب ده اللي هو بسيف ده كبير وبتاع، لكن حلو جدا. عندك كمان هنا زي نقدر نسجل ونحمل من خلال الويب، بتدوس على صفحه الريجستر هتلاقي الرابط بتاعه في الوصف، بتدوس على اليوزر نيم والباسورد، باسورد تاني والايميل، بعد كده تدوس على الريجستر، بعد كده تدوس على صفحه داونلود، بتحمل الكلينت كله، فول كلينت زائد بادج سيت اب، فمن ازاي؟ وتحمل يا معلم مرة واحدة وتريح دماغك، أو تالت واحدة، تالت خيار عشان الناس اللي بتقولي ما بعرفش أحمل، أو تالت خيار اللي مظلل لك عليه، اللي مظلل عليه، تمام؟ جميل جدا. طبعا الإيفنتات اللي موجودة في السيرفر حرفيا كتير جدا 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 ما شاء الله، كتير بجد. هنا عندك سول تريتر بتعمل بتبدل السول بتاعك، عندك هنا هانتنج ماب لو أنت عايز تهنط، تعال نشوف كده الماب رقم 8. الله. اهو ماب للهانت بحاله بقى يا معلم، كمية الوحوش اللي فيها رهيبة جدا يعني، مش هتتعب ولا تكسف في اي حاجة. اهو طيب ايه تاني؟ سيتي تريبورت، تعال رجعنا تاون سيتي. عندك هنا نيو ايفنت، ايفنتات برضو، هيدن تريجر. هنا بيقولك الايفنتات على فكرة كذا ايفنت في الراجل ده على فكرة، وور اوف تيم، فايتر بول، وكمان عندك سيتي وور، وعندك كمان سيتي بول، وعندك كمان جي دبليو، سمول جي دبليو، هي سمول جي دبليو تبقى حرب مصغرة، وولد نينجا والتوبات وغيره. بجد السيرفر مليان ايفنتات رهيبة جدا، وعلى فكرة وعندك الاونلاين بوينت هنا تقدر تبدله في اي بي لمدة ساعتين، بي 7 سول، ايرون كي المفتاح، وجيرمنت 5 ستار لمدة 3 ايام، وبي 6 ماتيريالز. عندك بليت ماستر، بقول لك السيرفر مليان ايفنتات. وطبعا لو في اي حاجه عندك الجيم زي ما انت شايف اهو كشحن يعني، ده الرقم اهو عشان اللي عامله تيم سعودي، فما شاء الله يعني عليهم مظبطين الدنيا كويس جدا. بتخش على ماركت بعد كده بتلاقي هنا الليفل 140، ريستارت بوينت، وير ريبورن والسكند من هنا، وايه طبعا لو انت عايز تعمل التشالنج بتاعك من هنا، والتشي طبعا معروف ازاي بيتعمل، تفاصيل كتيره بجد تحفه، بجد بجد تحفه جدا جدا جدا. زي ما انت شايف اهو الجرمانات موجودة، عندك حتى الجرمانات الجديدة، وعندك سوسانو برضو موجود، هوريكم الجرمانات دي، وعندك دارك بيست، الأجنحة مفتوحة،
زي ما بقولك انا فتحتها بمليون ونص، والالقاب كلها مفتوحة زي ما انت شايف. طبعا جرمانات مختلفة وشكلها حلو جدا، بيفكتات روعة. عندك كمان هنا يوجي يو، تستنى اول مدة سنتين. عندك بتاعت يوجي اهو، يعني انت بص هتجرب وتلعب بجد في سيرفر مختلف، فكرته بيس جدا جدا جدا. تفاصيل اكتر تعرفها تقدر تعرفها من خلال اول ما تنزل السيرفر، تمام. وده حرب النوبلتي، وعندك كمان الاخطبوط، وهتلاقي تفاصيل كتيرة جدا مختلفة. الحق بقى انزل وبقى كينج يا معلم، عشان لسه اللعبة مفيهاش كينجات كتيرة خالص، تمام. وعندك كمان هنا شوية ايفنتات برضو، السكيل والاليد والتيم بي كي وغيره، برضو ممكن تلاقيها من اهو، والتيم كواليفاير وغيره من الايفنتات اللي موجودة، حرفيا تحفة. والدي سيتي موجود برضو. طبعا ان شاء الله فيما بعد هعمل سلسلة فيديوهات عن اللعبة بشكل كويس، عن الايفنتات وغيره، عشان تقدر تفهم حاجات كتيرة جدا من لعبة زوميكو. كان معكم يا محمد من فيديوهات اللعبة القوية جدا. وعلى فكرة اللعبة انا بحب الالعاب اللي هي فيها ايبكات بالشكل ده، تبقى مميزة بجد والله مش هزار. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.